يا هلا والله جماعة الخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم يوسف احمد من قناة يوسف جيمنج. قبل ما نبدأ مقطع اليوم، تجهزوا بعد بكرة يوم الخميس الساعة 1:30 بإذن الله راح ينزل لكم أول مقطع وأنا ألعب بالطارة وأجربها وأتمنى يعجبكم المقطع. مقطعنا لليوم فورتنايت على التوالي مقطعين يا جماعة الخير. تحدينا لليوم تحدي جميل جدا جانا من أحد المتابعين ويقول فيه، راح يطلع لكم التحدي كان من أخونا حمزة، يقول عندي تحدي حلو وقوي اللي يشوفه كويس يحط لايك. التحدي هو انك تفتح اول صندوق وحسب اللون اللي يطلع لك تلوت كل الاسلحة من اللون هذا. مثال، فتحت صندوق وطلع لك سلاح لونه اخضر يصير تلوت كل شيء اخضر، اما الشيلد عادي تشربه باي لون وعليه 1000 شخص حاطين لايك خلال 8 ساعات بس. اتمنى يكون التحدي واضح لكم وان شاء الله نطبقه بالشكل الصحيح، راح نطبقه ونسويه في الارينا باذن الله. قبل لا نبدا، مثل ما تشوفون هذا الايتم شوب في نفس اليوم اللي انا قاعد اصور فيه نزلوا زومبي مره كثير، اشكال مره كثيره يا جماعه الخير. لا تنسوا تستخدمون كود الايتم شوب واي اف يا جماعه الخير عشان تدعموني. بسم الله يا جماعه الخير، طور الارينا نبدا في التحدي المحاوله الاولى. بسم الله يا جماعه، راح ننزل مكان كذا مليان لوت كويس. صراحه افكر اني انزل يا جماعه الخير في فلافل. خلونا ننزل، لا تاخرت والله في فلافل، خلونا ننزل في سولتي. بسم الله، اول لوت نفتحه، اول صندوق نفتحه نشوف ايش لون السلاح، وبناء على هذا اللون راح ناخذ جميع الاسلحه. يلا يا رب، يلا يا كريم، يلا يا كريم. لون سلاح كويس، واو مصيبه لو يطلع لي سلاح ليجندري، حتكون مصيبه عظيمه لانه راح بس اسلحه ليجندري غير كذا ما في. فنقول يا رب. اوه في لاما هنا، اوكي هاخذ اللاما وان شاء الله ما اندم، ان شاء الله ما اندم، ان شاء الله ما اندم. اوكي حلو 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 حلو. هنا في واحد في البيت هذا انا شفته يخش لكن راح افقع طبعا لانه اوه هنا في صندوق بس لا راح اروح البيت ذاك. الله يستر الله. اوه اللاما صارت تعطي 350. في صندوق هنا يا جماعه، اوكي في صندوق هنا. بسم الله، اوكي هذا ما يعتبر سلاح، هذا يعتبر سلاح ار بي جي، يعني اللون الاخضر نعتمد اللون الاخضر يا جماعه الخير. خلاص هذا طبعا مو سلاح، هذا هيل، فنعتمد اللون الاخضر. لا هذا ما يمدينا ناخذ اللون الرصاصي، فنقول بسم الله نروح نلوت الان. يا الله يا كريم، يا الله يا كريم بالاشياء الخضراء. اوكي خليه يخاف على الاقل شويه. يا الله يا كريم باللوت الاخضر يا رب. حلو اس ام جي كويس، مره كويس يا جماعه. اوكي نايس، لقيت هذا اخضر. اوكي نايس، في بستل اخضر بس ما ابغاه. اوكي الحظ مبتسم والله الحمد لله. اوكي لقينا ب60 اخضر. اوه في اس ام جي هنا ازرق بس ما نقدر ناخذه طبعا للاسف. في ناس هنا صح؟ يب هنا في واحد. ايش يسوي هذا هنا؟ ماني فاهم. ووو دمشت نفسي. يقلع ام الغباء يا يوسف. طيب الله يقلع ام الغباء. اوكي اوكي الله يقلع ام الغباء، دمشت نفسي يا جماعه ما ادري شلون. حظي كان حلو، حظي والله كان حظي حلو. حاول رقم 2. بسم الله يا جماعه، خلونا هذه المره ننزل هنا في فلافل ونقول يا رب يا رب يبتسم الحظ زي اول ويجيني سلاح لونه يا بدون لون يا اخضر، لانها هي المنتشره اكثر شيء. اوكي يبدو انني ساندم للنزل في هذا المكان، للنزول في هذا المكان وربي مره زحمه. راح احاول راح اروح والله البيت هذاك يا جماعه. أنا حلو الواحد يعرف قدراته، حلو جدا. هذه محاولة رقم 2 والله ما بضيع محاولاتي أنا. بسم الله يا رب. أوكي هنا في صندوق وهناك في صندوق، إيش تتوقعون هو الصندوق الأحسن لي؟ شوف هنا في صندوق. أوه لو يجيني لون أخضر على طول أجي آخذ هذا. بسم الله. يس أوه أخضر وجاني نفس السلاح، أوكي نايس مرة. الحمد لله الحمد لله، لا زال الحظ مبتسم، اللهم لك الحمد.
فينا صندوق ثاني خلنا نفتحه. تحاتينا يا رب. يلا يا كريم، يلا يا كريم. نايس يا لبه. اوكي الحمد لله. هنا صح في سلاح برضو اخضر. اوكي بالغلط معلش. ليه الناس ما تثبت؟ اثبتوا شوية بس، بس شوية. ما حد يثبت. ماشي ماشي ما ينفع، ما ينفع والله سنايبر من بعيد، لازم ادلعم عليهم. بس خلنا نكمل لوت، ناخذ لنا اسلحة خضراء. هنا كأني اشوف حاجة خضراء. متكت. اوكي. طبعا التحدي قال الشيلد، الدروع هذه كلها عادي، اي شيء اي لون ما يهم. يعني اللي يهمنا بس الاسلحة، لا ناخذ الا لون اخضر. نايس سم جي اخضر، الحمد لله يا جماعة مرة شيء كويس. امورنا بدأت تضبط والله، والله امورنا بدأت تضبط يا جماعة. مرة اموري الحين مرة تمام. يلا يا كريم بس تكمل ونفوز في الجيم، لانه يدي مرة باردة. الاجواء برد الفترة هذه في ابها يا جماعة، مرة برد. اشرب بيك شيلد يا حبيبي. خلاص امورنا الحين والله طيبة، المفروض الحين خلاص ناقص بس الفوز. ناقص الفوز يا رب. ان شاء الله ان شاء الله بس افوز، مع انه الشيء هذا صعب. اوكي هنا في بيك شيلد ثاني. نايس. اسم جي ازرق. قهر ما بدي اخذه. والله مرة قهر يا جماعة. يلا صار الحياة حلوة. خلونا ناخذ المينيز بدال البيك شيلد عشان يصير كل اللوت اللي عندي من جد اخضر كامل. ايوه خلاص الحين كامل اللوت اخضر. طبعا الدروع عادي لكن يعني كذا الحين صار طقم. نايس لقيت تكتيكال. انا صراحة عن نفسي افضل التكتيكال اكثر من البوم. في واحد يشوف قارب، في قارب جاي، في قارب يا جماعة. اوكي 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 الحمد لله ما شافني، الحمد لله ما شافني، الحمد لله انه ما شافني. شوفوا هذاك هو. بسم الله. اوكي السحاب يجي بسرعة لانه البورد من عندي فغالبا حيرجع لي من هنا. خلينا نسوي انسحاب بسرعة. اوكي في فايت قدامي. اوكي الله يستر. نقفل عليه والله. طلع راسك تكفى، تكفى طلع راسك. لا حرام. كنت قريب والله، مرة قريب كنت. اوكي والحين حيهيل ويضبط امور البورد. اوكي البورد قريب، ابغى اعرف وين بيروح بعد ما يطيح. شوف هذاك هو. وين راح وين راح؟ اوكي قاعد يسبح. اوه جاي جهتي، شافني؟ مو معقول انه شافني صح؟ ما اتوقع انه شافني. اوكي والله قاعد يبني جهتي يا جماعة. الله يستر. نايس يا يوسف. يا الطيحة الغبية. يا الطيحة الغبية. يا الطيحة الغبية. يا الطيحة الغبية. تحمست انا وجهي الحين هيل خلاص. الحين هيل. ما كأني سويت شيء. يا ليل الليل. استقبل ما تقتلني يا شيخ ان شاء الله. ايوه بعدين. افتح افتح بسرعة، افتح شباك بسرعة. اوكي اوكي هيلي. مت من البورد. محاولة رقم 2 راحت علينا. اوكي يا جماعة بسم الله، المحاولة رقم 3 هذه المرة راح العبها سيف، مرة سيف. فالباص من هنا حنزل هذه المنطقة ان شاء الله انه ما احد يجيها. يا الله يا كريم انه ما حد يجينا يا رب. اوكي بسم الله قربنا المنطقة، معنا احد.
لا صح ما معي اي احد. اوكي كويس مره كويس الحمد لله الحمد لله الدين الوت على راحتي يا رب. شوفوا نزلنا الحين باقي 88 واحد في الجيم. نقول بسم الله يا رب. اوكي اخترت البيت الليموني هذا. خلينا نشوف في صندوق ولا لا. في صندوق. يا الله يا كريم يا الله يا كريم. ابيض او رصاصي يعني بدون لون او اخضر يا رب. بسم الله. يس يا حبيبي اخضر نايس والله الحمد لله. ابتسم لي الحظ. شكله فورتنايت حزنت علي بعد التحدي حق السمك. مره شكله محزن من جد. نايس التكتيكال والمينيز. لا 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 اعوذ بالله 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 بالغلط 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 بالغلط. معلش معلش معلش. اوكي يا جماعه قعدت لوت الحين لقيت تقريبا كل شيء ابغاه. بس باقي لي لو القى بس سنايبر او اس ام جي برضه حيكون مره شيء كويس صراحه. يا اخي ابعد انت يا اخي ابغى اسلحه خضراء بس. ايش فيك انت ما تفهم؟ يلا يا كريم. اوكي لا ما في للاسف. في صندوق ثاني فوق. نقول يا الله يا كريم يا رب. بعد هذا الصندوق لازم احرك البورد. نايس لقينا سنايبر. اوكي نايس مره كويس على الاقل يعني احسن من ولا شيء. اوه هاي اس ام جي بس بدون لون اخضر للاسف ما بدينا ناخذه. يا بسم الله خلينا ننطلق الى البورد الان. نقول يا الله يا كريم باقي 20 واحد تخيلوا. مره الناس تموت بسرعه يا جماعه ما ادري ليه. اوه اوه اسمع صوت طلق. في صوت طلق هنا. اوكي انا قلت بلعب سيف. انا قلت بلعب سيف صح؟ ولكني مع ذلك قاعد ادرعم ماني عارف ليش. مع اني ما ادري وين القتال. ايوه انا بوش. انا بوش وينهم؟ والله ما ادري سمعت صوت القتال هناك انا. في واحد اسمعه برا؟ في واحد اسمعه هنا؟ اوكي. هنا قاعد اسمعه تحت. اوكي. اوكي نوب نوب والله نوب المفروض ما اموت عن طريقه. اه اوكي طلع هنا فوق. اوكي نايس. في ما ادري تقولون ما في بوتات في هذي. اتوقع هذا مو بوت هذا بس انه ما يعرف يلعب مره. ومع ذلك بالقوه قتلته زي ما لاحظتوا. فما بالكم لو جاني واحد معرق. والله كان حاروح فيها اقسم بالله. باقي 13 واحد في الجيم. يا كريم. يا الله يا كريم. زمان ما فزت والله. اوه يا جماعه. سكار. ها انا اسف ساعطيك ظهري واذهان. تكفى يا ايها الصندوق اللي هنا تكفى عطني اس ام جي ابغى اس ام جي. والله لازم اس ام جي تكفى. اوه صندوقين يلا. هنا ما في وهنا ما في يا عيني. والام 16 الازرق الى اللقاء. اوه البيك شيلد صح 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 كنت بنسى والله. سريع استشعار البورد بسرعه بسرعه باقي 13 واحد. هني اجمع الشاكرا يا جماعه وانا اروح للبورد اجمع النين. ما ادري ايش دخل بس يلا. ما ادري دخل انت الكسنتر في هذا بس يلا. والبورد شويه بعيد لكن ان شاء الله انه او الزون. في ناس تقول اسمه يوسف زون انا اسميه بورد ما ادري ليه. اتوقع بورد لانه زي الجدار الجاي او حاجه زي كذا. عموما انه شويه بعيد بس نتوقع انه حيكون بطيء الزون ف يمديني يمديني ان شاء الله يمديني. شوفوا البنج عندي 28 نايس. وفي النهايه اموت موتها مخيسه اصلا عادي الحياه. صراحه قهر انه البنج صار نازل وجابوا لنا السيرفرات. لان اول كنت استخدم انا البنج على اساس انه عذر عذر اني نوب بس الحين ما الحين بعد عندي عذر والله الحين خلاص انا نوب ما عندي عذر للاسف. اوكي يا جماعه بسم الله. صراحه انا طفشت اني دائما اسوي تحدياتكم واخسر. ما في ولا تحدي قد فزت فيه للان. لكن يا رب يا رب هذا التحدي افوز فيه. باقي 10 يلا يا كريم. لانه من جد من جد الموضوع يعني شوي شوي طفش صدق. كل تحدي اخسر فيه كل تحدي اخسر فيه كل تحدي اخسر فيه. آه خلاص ابغى افوز. طفشت والله طفشت يا جماعه. هذا في الارينا طبعا. الارينا مره صعبه يعتبر. نايس الصندوق النادر. شوف ايش عطيني. لا ار بي جي ليجندري القهر. يا الله يا الحظ المخيس. خلاص والله عظيم مخيس قهر. ار بي جي ليجندري يا جماعه. والله ار بي جي كان لو اخذته كان خلاص ان شاء الله فوز.
لا والله مو مضمون بعد ذيك المرة لما قتلت نفسي الله لا يفضحنا او دمجت نفسي بلا صح. اوكي جماعة باقي سبعة الله يستر. والله عندي ثلاثة متكت كأنه اللعبة تهيئني تقول يلا عشان اذا دمجت. وإلى الان ما في ولا اس ام جي، ما في ولا اس ام جي الان اخضر. اس ام جي عندي اهم من الاي ار والله. تدري يا جماعة قررت اني امشي مع الزون والله. والله حقعد امشي مع الزون مالي شغل تطفشون ولا لا، لكن ابغى افوز خلاص تفشت. ابغى افوز في الارينا ولو مرة واحدة في الحياة. يب ارينا ما قد فزت فيها. الله يستر يجي واحد من فوق راسي الحين يفقع جمجمتي واموت. اوكي هذا بينا، في بينا قدامي هنا درج حق واحد. خلونا نحاول نتقفى اثره. الله يستر. اوكي واو يتقفي الاثر مرة ممتاز. الله يستر جماعة بقى. اوه يا رب يا رب بسم الله. اوكي قريبة 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 قريبة. الله يستر لا يسمعوني الثانيين الملاقيف ويجوني. كويس انه فقع الحمد لله. اوكي هذه اثاره، اثار اللي كان هنا. الله يستر الله يستر يا جماعة. هذه اثار وش ذا، ايش في بنا هنا عند الشجرة؟ ايش كان في هنا، لوت ولا لاما ولا ايش؟ ماني فاهم. اوكي بنا هنا كذا ايش، سلامات انتحر ولا ايش؟ ما ادري. الله يستر الله يستر يا جماعة الله يستر. باقي خمسة باقي خمسة. يا الله يا رب يا الله يا رب يا الله يا رب. اوه الحمد لله. مي علي مي علي مي علي مي علي، بس انه هنا اللي طلق فوق. ما ادري ليش انا رايح له. طيب يوسف يا نوب انزل انزل روح مع الزون. قلنا في واحد هناك. لا في واحد جاي 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 من هنا في واحد جاي من هنا يا جماعة. شوفوا اظن ما معي خلاص، لازم اقتله، لازم احاول اني اقتله بالاصح. انحشرت انحشرت والله انحشرت 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 والله اني انحشرت. حفقع هنا يا رب ما يشوفوني. هو هناك. اوكي يا رب ما يكون في احد هنا فوق برضو يجي يفقع راسي من فوق. باقي اربعة باقي اربعة يا جماعة. الله يستر الله يستر. اوه نفس نفس شوية. بسم الله بسم الله بسم الله يا رب يا رب. هذا جيم ان شاء الله يا رب يا رب يا الله يا رب. خلني اقعد كذا اراقب، خلني اقعد اراقب كذا. اوكي الار بي جي هذه وين؟ هناك. اوكي اوه صوت شاتجن القوي ذاك اللي لونه بنفسجي. هذا هذا وينه اللي كان هنا؟ وينه يا جماعة؟ ما ادري. يا ليل الكام طفيت مرة ثانية. ايش سالفة امها؟ هذه ثاني مقطع تسوي الحركة نفسها. خير يا الكام يا ليل الليل. والله مرة ولا داعي تسوي الحركة ذي كل شيء الكام. معلي معلي خلنا نكمل خلنا نكمل خلنا نكمل. ويا ربي يا ربي يا ربي. تسمعون الطلق يا جماعة؟ تسمعون الطلق؟ تسمعون الطلق يا جماعة؟ الله الله أكبر عليك الله أكبر عليك. ما خليتني في حالي هنا من أمام أمان ربي قاعد. حسبي الله عليك. طلق علي مع الشباك لما فتح. حسبي الله عليك حسبي الله عليك حسبي الله عليك. ما لقي إلا أنا. أوكي البورد تحرك، لازم أمشي بدون ما أحشر نفسي. هو طلق علي من هذه الجهة. يا الله يا رب استر يا ستار استر يا ستار استر يا ستار. هناك في بيس. اوكي هنا في بيس برضو. اوكي انا خافي انه يكون في احد هنا فوق ولا شيء. اوكي ما في اي احد هنا. هنا قاعد يتجلدون. هناك في واحد. اوكي طب هناك واحد هنا اثنين ثلاثة انا اربعة. اوكي خلاص حلو هنا كلهم يعني. نايس نايس. هذاك واحد هناك يعني لازم امره من عند هذا اللي سوى فايت قبل شيء ولا ايش؟ ما ابغى. طيب والله اظن انه هذا احلى حل. لازم اظن انه لازم امره من عند هذا. اوكي الله اكبر عليك. ليش ليش دمجني الحين؟ ليه
ليه يا ملقوف تدمجني يوم دخلت فايت مع واحد؟ اشرب بسرعة، اشرب بسرعة يا يوسف، دمجت ودمج كويس انت. خليك واثق، واثق، هذه نصيحة أحد المتابعين قال يوسف خليك واثق من نفسك. هذاك الملقوف قاعد يسوي سنابر علينا من بعيد الله كفو اتحدنا عليه. تكفى اطلع. تكفى اطلع. واو كانت قريبة منه. اوكي اللي فوق راسي هذا هدى اللعب شوية. لا والله انه نزل. نزل. اوكي انسحاب تكتيكي تايم. سيو حبيبي كيف الحال؟ هاو ار يو جود؟ انا امزح سوا سوا انت يا مدير، ايش هذا كلام؟ ليش انت زعلان؟ ليه انت زعلان؟ مواردي بدات تقل. باقي اثنين، باقي هذا اللي هنا وابو سنابر البعيد هذاك المخيس. وفي واحد قاعد يسوي سبكتيت علي اظن وقاعد يقول ايش جاب امه هذا هنا. كويس راحة راحة شوية راحة 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 وخلوني اجرب الكام اشوف اشتغل ولا لا. اوكي لا 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 يوسف مو وقتك، مو وقتك تجرب الكام، مو وقتك ابدا. اشتغلت. اوكي خلنا نصور نجرب. اوكي هذا السينك عشان المومنتج، مالكم شغل انتوا فيه. اوكي خلنا نكمل، خلنا نكمل. اوكي اي ام باك، ان شاء الله ما تطفى مره ثانيه. شوف حبيبي هناك قاعد، حبيبي هناك قاعد مره بعيد، البورد من عنده حيكون. شوفوا حظه كيف خرافي. المشكله انا ما ابغى ابني لانه موادي مره قليل. هذاك راعي سنابر اكيد حيجي، هو هنا اكيد 100%. ايوه هذا هو. ابلع يا حلو، اعطيني مواردك. البورد مره يدمج، لا اله الا الله يا البورد. لا 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 ما ابغى ما ابغى ما ابغى ما ابغى اموت من البورد. لا 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 والله انه نوب. والله انه نوب. والله انه نوب. والله انه نوب. ها يا جماعة جي جي نايس تراي، محاولة جيدة. لا تنسون تروا انا لازلت مبتدئ في فورتنايت. اوكي جماعة الخير كذا كل صوت مقطع اليوم، اتمنى المقطع ما عجبكم. مثل ما تشوفون قدامكم هذا كود الايتم شوب واي اف، تكفون استخدموه. خلوني ارتاح شوية يا جماعة الخير، اقسم بالله اني كنت على اعصابي مرة. قهر موتاتي دائما تقهر ترفع الضغط، الكام طفيت توترت ما عاد عرفت ايش اسوي، البورد دمجني دمج اسدني بكور الحين، لكن احس اني قريب من من الفوز، قريب من اني اصير انسان كويس يعني في لعب. اعطوني اعطوني رايكم عن مستواي في الكومنتات، واذا عندكم نصائح واكتبوا تحدياتكم. وبس هذا كان عندي. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، باذن الله يوم من الايام بصير معرك في فورتنايت مره. كما يوسف، السلام عليكم.